الرحيم. كان الحديث عن فقرات دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني، وفر المعنى إنسان مهما أوتي من البلاغة أو وكذلك من الدراية للمعاني العميقة للكلمات، مع ذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه على حد فهمي الذي هو قطعا قاصر في هذا المجال، الإمام عليه السلام يمزج المعاني بعضها ببعض ويشرب بعض الألفاظ بمعاني ألفاظ أخرى. هذا الإشراب على حد التعبير النحوي الأدبي، يشرب اللفظ معنى لفظ آخر ليكون قالبا للمعنيين أحيانا. اللهم وفر بلطفك نيتي. التوفير كلمة عربية مستعملة في هذا اليوم أيضا، اللطف هم كلمة مستعملة، النية هم معناها واضح، ولكن عندما نراجع قواميس اللغة نشوف التوفير، مو نتعمق في القواميس المفصلة، لا، هاي القواميس البدائية. التوفير يستعمل متعديا ويستعمل لازما، وكل بلحاظ معنى. ويستعمل التوفير بمعنى التكميل، هذا فد معنى له. ويستعمل أيضا التوفير بمعنى الصيانة والحفظ. هذه الكلمة الواحدة، وفر البناء، هذا لازم، يعني كمل. وفر أنت البناء، يعني كمله، بكلا المعنيين مستعمل في اللغة. الإمام من أهل بيت هم أرومة اللغة وسادات أهل البلاغة، ليش مستعمل إهنا هاي الكلمة؟ لأن الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى، طبعا المراتب الراقية الإمام يطلبها من الله، مو أصل المطلب، إحنا أنا وأمثالي لازم أصل المطلب نطلبه. الشيء اللي الإمام عليه السلام دا يطلبه في هذه الجملة من الله سبحانه وتعالى مسألة النية، التي هي أعمق شيء وأصعب شيء. النفس رجراجة بالنسبة إلى النية، فدرجرجة غريبة على قول الفقهاء، يؤيد ذلك الاعتبار الخارجي. الإنسان أحيانا في صلاة واحدة ركعتين 10 مرات نيته تصعد وتنزل، أحيانا 20 مرة، أحيانا أكثر، درجات النية تصعد وتنزل. يبتدئ الصلاة
داعي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة. يقول الله أكبر هكذا بهذه النية، ولكن بمجرد ما كمل التكبير يجي بذهنه أنه أنا خطيب وعندي مجلس. هذا التكبير شنو يستفاد منه حتى أهيئ مجلس؟ راح في واد آخر ما يخالف لله، أما هاي في الدرجة أخرى. مسألة النية فد مسألة جدا عميقة وجدا صعبة. مهما أوتي الإنسان من توفيق من إخلاص من استمرار 70 سنة عمل مخلصا، مع ذلك ما يؤمن، لأن كما ذكرت وبعضكم قطعا أعرف مني في هذه المجالات، الإنسان مكبل مشدود بغرائز بشهوات بهوى بدنيا بأشياء مختلفة وغريبة، في مسألة النية الإمام عليه السلام يسأل من الله اللهم وفر. هذا وفر معنى اللغة البدائي اللغوي لوفر، كمل صن وفر، اللهم كمل نيتي، نيتي بها نقص أنت كمل. نيتي معرض للأخطار الغريبة، إلهي أنت صن نيتي، وأي مانع وملء اللغات وبالخصوص اللغة العربية ملؤها الكنايات والمجازات، أي مانع في أن يكون الإمام صلوات الله عليه عندما يسأل من الله يريد المعنيين؟ وهذا بعد مو الإشراب الإصطلاح النحوي. صن نيتي وكمل نيتي، احنا ايش لازم نقول؟ مع احترامي لكم احنا مجازا لازم هالشكل نجعل، تعلمون تعرفون رأيتم قرأتم أكيد بالعشرات والعشرات في الآيات القرآنية والروايات والأحاديث القدسية أن هناك جمهر نعوذ بالله عظيمة وكبيرة من الناس يدخلون جهنم بسوء نياتهم، عمل عمل من حيث العمل بما هو صحيح، في بعض الروايات كالجبيضاء وفي ضخامتها إلى أعمال كالجبال يؤمر بهم إلى النار. هذا مو دقيق، هذا مو صعب. وفر صن من الأخطار، من الشيطان، من الشهوات، من الإرادات المختلفة. وفر صن وفي نفس الوقت كمل النواقص، لا انت كمل. الامام عليه السلام ما في هذا الدعاء لا يقول وفر نيتي، لو كان هذا المقدار كان في قمة البلاغة، ولكن الهي انا ما استاهل، أنا مو مستحق لأن توفر نيتي، أنا مو في هالمستوى. هذا واحد مو مرجع تقليد، يجيبوه في صفوف مراجع التقليد، هذا مو في هالمستوى. هذا واحد مو عالم، يجيبوه في مستوى العلماء، يجيبوه معهم، هذا مو في هالمستوى.
إلهي أنا مو فاهم المستوى، وفر بلطفك. هذا بلطفك شنو محل من المعنى الدقيق؟ هذه يعني إلهي لازم يتدخل لطفك في هذا المعنى، مو فقط قدرتك، لطفك يتدخل حتى توفير النية يصير، حتى صيانة النية يصير، حتى تكميل النية يصير. وفر بلطفك، هذه الباء باء السببية بعد، يعني إلهي من مجال لطفك وفر لي. لطف شنو معنى؟ لطف المعاني البدائية أنا أذكرها، إذا واحد يريد يتعمق كل كلمة موسوعة مو كتاب، صدق موسوعة، صدق موسوعة، أكيد بكل تأكيد يعني. أنه إذا فد واحد أديب جيد ما يعرف أهل البيت، يكفي أن تعطي هذا الدعاء وحده حتى يغير كل اتجاهه إلى أهل البيت، كل معجزة ما يحتاج، بس يكون يعرف هذه الكلمة. اللطف في المعنى البدائي يكون له معنيان، عدة معاني، من جملة معنى الرفق، يا لطيف يعني يا صاحب الرفق. واللطف أيضا بمعنى الدقة، يا لطيف يعني يا دقيق، وغير مستبعد أن يكون استفيد المعنيان ممزوجين في هذه الكلمة. اللهم وفر بلطفك يعني برأفتك، برفقك. إلهي أنت رب رفيق، مو رفيق معنى الصديق، يعني لك رفق، أنت صاحب رفق، ترفق بعبادك. إلهي استفد، طبعا التعبيرات بالنسبة إلى الله مجاز كلها، الله على حسب مستواي أنا أحسن. إلهي استفد من رفقك في هذا المجال وصن نيتي وكمل نيتي، واستفد إلهي من دقتك، لأن النية أمر دقيق، ممكن شيء دقيق من غير واد الدقة، من غير مجال الدقة إصلاح يصير بالنسبة إليه؟ ممكن إنسان مو دقيق أصلا يفهم المعنى الدقيق؟ إلهي وفر بلطفك نيتي، هذا بادي الرأي معنى هذا. أكو حديث عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أنا أنقل عادة الأحاديث مضامينها، يجوز التعبير مو حافظة بالدقة، كلمات يجوز ناقصة، المعنى أنا أنقله معنى في ذهني. أكو حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه مضمونه أنه على قدر النية يعطي الله العطية، عطاء الله بقدر نية الإنسان. فالجملة أكو معروفة، أنا مو ببالي شايف هاي الجملة بهذا التعبير رواية، ما أدري، ما أنفي بس ما أدري، على نياتكم ترزقون، معروف هاي الجملة. طبعا هذا الجملة هذا المعنى على نياتكم ترزقون هم يدخل جزء من جزئيات هذا المعنى اللي ذكره أمير المؤمنين صلوات الله. عطية الله تكون على مستوى نية الإنسان،
عطية الله في الدنيا، هذا الله يعرف أنه ما إله قيمة. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة، مو جناحي بعوضة، لأن جناحي بعوضة أكو فد موجود وهي البعوضة تستفيد من الجناحين، أما الجناح واحد حتى البعوضة ما تستفيد منه. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما تسوى عند الله. عطيات الدنيا، نحن مبتلون في الدنيا، محتاجون، مشكلات الدنيا، زايد ناقص بالدنيا، تشدنا تكبلنا المشكلات، ونسأل الله ونطلب من الله سبحانه وتعالى. ولعل الكثير من الناس معظم أدعيتهم للدنيا، كل يفرغ ما عنده، يفرغ مما عنده، أما عطية اللي تنسب إلى الله مو الدنيا، لأن الله ما يعتبرها عطية. الأدعية أكو، الإنسان محتاج، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مركب من أمور يحتاج إلى الدنيا، يحتاج إلى ألوف وألوف الأمور في الدنيا، ولكن هاي مو ذات أهمية عند الله، بهذا المستوى مو ذات أهمية حتى بمقدار جناح بعوضة، ولكن لأنه عبد لله ويطلب من الله، يطلب من الله فلوس الله ينطي، يطلب من الله صحة الله ينطي. في الأدعية هم أكو، أطلب من الله أكو في الأدعية، ما يخالف، أما مو هذا المهم عند الله سبحانه وتعالى، مو هذا اللي خلق الله الإنسان لأجل هذه الحاجات، لأجل تلك الحاجات لذلك العالم. بنسبة النية تكون العطية، عطية الله سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. على محمد.